ديالي. كيدايره لالا بشرى؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. بشرى الحمد لله. بشرى انت من بين المستمعات الاوفياء ومن بين ايضا المستمعات اللي كيتفاعلوا بشكل كبير مع البرنامج من خلال صفحه البرنامج على الفيسبوك اللقاء المفتوح. بارك الله فيك. دائما يعطيكم حتى انتم كدير واحد المجهود كبير اللي زعما استفدنا بزاف 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 ما كيتوصفش. وكنلقاو دائما الوصفات ديالك بالصور، يعني تنتي من بين الحادقات المغربيات اللي بغينا نقولوا. ياك لا بشرى، بارك الله فيك. كتقترحي علينا؟ عندي نقائح. نعم. وعندي واحد الخليط ديال بانكيك اللي زوين بزاف وكنتمنى الناس يعجبهم. نعم. اذا ناخذوا النصائح، ناخذوا النصائح نشوف شويه بشويه ان شاء الله. عندنا القطاني بعد ما كنبغيو اما كيجيونا من شي بلاصه اولا كنشريوهم بكثره وخصهم باش نحتفظوا بهم يبقاو لنا مزيانين. مع القطاني اللي حتفظنا بهم تيديروا لنا واحد الحشره كتكون واخا تنديرو في القرعه ومسدوده مزيانه. غادي ناخذوا قرعي ديال الزاج وتنديروا فيها اما العدس ولا الحمص ولا اللوبيا، المهم قطنيه. نعم. وتنديروا ثلاثه دروس ديال الثومه ورقه ديال الرند وحبات ديال القرنفل. نعم. وتنلفوا واحد معلقه كبيره ديال الملح في كل قرعه وتنسدوا تيبقاو حتى العام ما تبقى لهم حتى شي حاجه. نعم. واخا نعاودوا هذا الشيء اللي قلتي؟ ايه. قلنا باش هاد القطاني باش يصبروا لنا مده طويله وما يعملوا لناش هذيك السوسه اللي كتولي فيهم. شنو غنعملوا لهم؟ غادي ناخذوا غادي نعملوهم في قراعي ديال الزاج ونديروا ثلاثه دروس ديال الثومه في كل قرعه ورقه الرند. الرند؟ الرند ورقه موسى. ورقه سيدنا موسى. وحبات ديال القرنفل والملحه. نعم. هادي لاصيص الاولى. النصيحه الثانيه. نعم. عندنا الا بغينا نغسلوا الشوايه ديال اللي كنشويو فيها هي ديال الضو ولا الشوايه العاديه. نعم. واخا تنشويو فيها واخا تنحكوها تتعذبنا واحد شويه تبقى ديك الريحه ديال داك الشيء اللي شوينا سيرتو الا كان الحوت. نعم. كناخذوا واحد نص كاس ديال الماء. نعم. كنديروا فيه كاس ونص ديال البيكربونات. ونعركوا مزيان شويه بشي حلفه ولا شي جيكس. كتولي كتلمع والريحه ما تصدقش فيها بالكل. الا عملنا فيها السمك فممكن بعد نديرو كفته ولا نديرو اللحم ولا شي حاجه. كتبقى لينا ديك الريحه ديال السمك. نعم. اذا نص كاس ديال الماء مع كاس ونص ديال البيكربونات كتولي عندنا امباكت كتولي عجين. والبيكربونات يعني راها موجوده. موجوده ورخيصه زعما راها في لافارماسي موجوده. نعم. وهذا هي هذا هو الاستعمال ديالها غالبيا كنستعملوها لمثل هذه الاشياء. نعم. تفضلي النصيحة الثالثة. عندنا دوك القريعات فاش كنديرو لو بوافغي اللي كنديرو فيهم مليحة والبزار التوابل الإقامة التوابل اللي فيها ديك التقيبات كنرشو. نعم. الملحة كدير لي ميديتي. اها. بعد نوبات إلا بقات الملحة ديك التوابل ديال الطابلة كمون ولا بعد مرات الزعتر الملحة سيرتو الملحة كدير لنا كتندي كي كنقولو حنا كتندي كدير لنا لي ميديتي حلا فيها الما كتولي حل فيها الماء وتتسد لينا دوك التقيبات اللي تتبغي تخوي تلقايهم مسدودين. نعم. باش هذيك الملحه ما تديش ليميديتي ودوك التقيبات كيبقاو لنا محلولين. مع هذيك الملحه غادي نلوحوا واحد الحبيبات ديال الروز ايه. ممكن بعض الناس اللي كيحسب لهم بانهم كيديروا الحبات ديال الروز ماشي باش يشرب هذيك كيف قلتي ديك الرطوبه ولكن باش دوك التقيبات ما كيتسدوش باش الرطوبه ومن طوم ما كيتسدش حتى التقيبات. نعم. بالنسبه للثومه دابا تبارك الله الثومه راه موجوده وهذه هي الوقيته ديالها. نعم. كناخذ واحد الكميه ديال الثومه كنقيوها وتنهرسوها كنفرشخوها وتنديروها في واحد البلاطو وندخلوها للثلاجه حتى كتكونجلا. كنخرجوها وتندقدقوها ونديروها في القريعات كتبقى في المجمد في الاكياس مده عام او الاكثر ما تتخسر ما حتى شي حاجه ما تتفقدش حتى النكهه ديالها ولكن ضروري في المجمد واللي عنده الكونجيلاتور راه غادي يعملها في الكونجيلاتور نعم. هذه بالنسبه للثومه يعني قلتي كنقيوها ضروري انك غير كنهرسوها يعني بحال غير كنهرسوها كندخلوها للمجمد حتى كتجمد مزيان عاد من بعد كنديروها في الاكياس البلاستيكيه وكتولي ديك الساعه كنمر مره كناخذوا منها وحيده
هي تما بحال الحمص ما كتلصقش وحده على وحده. ما كتلصقش على داكشي اللي كاين. غنعطيك واحد الطريقه ديال الطحينه بما انها هي شويه غاليه في الثمن وبعد ما كتحتاجوا غير معلقه ولا جوج. نعم. ما يمكنش لينا غنمشي لواحد لوبون اللي كيسوى فوق 100 درهم الفوق. ودغيا كتخسر. انا درتها البارح جربتها وجات هائله. وتكلي شرينا كميه كبيره دغيا كتخسر. دغيا كتخسر وغادي ما غنستافدو حتى شي حاجه منها، ما يمكنش غادي تديري داك لوبو كامل وكبير ماشي صغير وغالي ماشي على بورتي ديال تو الموند صراحه. اذا شنو غنحسن غادي ناخذو غادي ناخذو كاس ديال الزنجلان غنكونو حمصناه واحد شي شويه وغادي نديرو معاه كاس ديال الدقيق فوص وكاس لارد ديال الزيت، هادشي كنميكسيوه مزيان في الميكسر كيولي عندنا بحال بحال املو لا في لاكولوغ لا في يعني في اللون تيولي قهوي ولوغو ما نقولش لك يعني طحينه طحينه ما كاينش فيها صافي. هذه ماشي طحينه ديال الحمص، هذه طحينه شكل اخر. هذه طحينه ديال الزنجلان. ديال الزنجلان. اذا نقول لك كنديروها في الشاورما بزاف. نعم، هذه كاس ديال الزنجلان محمر. كاس ديال محمص وكاس ديال الطحين فورس وكاس لارو ديال الزيت. ديال الزيت، كلشي كنطربوه في الخلاط الكهرباء. كيتطحن في الميكسر، كيتطحن حتى كيولي يولي عجين. والزنجلان كيتطحن. لأن كنعرفوا الزنجلان اللي كنبغيو نطحنوا. أنا ضربتها البارح وبغيت نعطيها باش أنا ما نعطيش شي حاجة أنا مجرباش. نضربها باش نعطيها كتيها في البلوك ديالك اللي في الانترنت ولا مازال؟ الله غادي نديرها ان شاء الله. ياك باذن الله، لان كنشوفوا خاصه الصور اللي كتحط كيشهيو واننا نجربوا الوصفات. وهذاك الشيء اللي كنبغيو، الناس كتستافد ودعي معنا وتقول لنا الله يرحم والديك. نعم نعم. الزنجلان كنستعملوا فيها شويه سخون ولا حتى يبرد؟ لا لا يكون بارد، ماشي مشكل يكون بارد. غير المهم يكون حمر. اللي كنحمصوه عيب، هو راه مزيان، هو راه صحي اللي حمصناه. ما خصناش يكون خضر. نعم، وعلى اي دائما يعني مره اخرى نعطيك الوصفه ديال الشاورما اللي فيها يعني فيها هاد الوصفه هذه. على اي نادي يعني كتبقى ان صوص اللي كتستعمل في بزاف ديال الوصفات. بزاف الوصفات كنحتاجوها كيف قلتي كنشريوها من الاسواق وهي شويه غاليه. دابا كنعكزو باش كتجي كتقولي ما يمكنش ليا غنشريها على قبل جوج معلقات وتتبقى هذيك الوصفه ما تقدري ما تولي كتجي ناقصه في هاد كتجي ناقصه. وكنشكر عليها الاخت خديجه مربط اللي عطاتني الوصفه، كنشكرها بزاف اللي عندها هي واحد البلوك اللي يستاهل كل واحد يدخل ليه. نعم، اذا حتى لا لو بلوك ديالك لا ديال جميع المستمعات اللي كيتفاعلوا معنا عبر الفيسبوك عبر صفحه البرنامج اللقاء المفتوح، راه ممكن لان كيتسالوا الناس على فين ممكن يتواصلوا معك، راه غادي يلقاوه ان شاء الله في الصفحه ديال البرنامج اللقاء المفتوح بالعربيه. ان شاء الله باذن الله. تبارك الله عليك بشرى، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، ما بقالناش وقت كثير باش ناخذ